السلام عليكم متابعي قناة مروان بشار. في هذا الفيديو جديد على بلاي ليست التجاري وفا بنك عرض البنك عليك. بمجرد سماعك سياش بنك كود 30 او التجاري وفا بنك البنك عليك، سرى امامك حسابان مجانيان مدى الحياة. في اطار المنافسة قامت التجاري وفا بنك ايضا بوضع حساب اسمه البنك عليك، لكن هذا الحساب محدود ليس مثل كود 30. هذا الحساب سوف ينتهي في اخر هذا الشهر 31 مارس، سوف ينتهي هذا الحساب. يعني الاشخاص الذين قاموا بفتح حساب البنك عليك سوف يستفيدون مدى الحياة من هذا الحساب، لا يوجد فيه اي اقتطاعات من غير الشراء من الانترنت او سحب المال من شباك اوتوماتيكي اخر وتحويل مالي من تطبيق التجاري وفا بنك الى بنك اخر. اليوم سوف نقوم بمقارنة في هذا الفيديو بين كود 30 والبنك عليك، وسوف نرى مزايا هذه البطاقات ومزايا الحسابان اثنان. هذه البطاقة تابعة للسياش بنك كود 30، قمت بالحصول عليها مجرد فتح الحساب. هذه البطاقة ليست مثل التجاري وفا بنك البنك عليك، هذه البطاقة يمكنني الشراء بها من الانترنت، لكن يقوم باقتطاع البنك 44 درهم سنويا حين يعني تفعيل الدوتاسيون اي كوميرس لبدء الشراء. يمكنني السحب من اي شباك اوتوماتيكي في المغرب او خارج المغرب، ويعني اداء الفواتير واي شيء بهذه البطاقة، وحساب مجاني يعني لا يوجد فيه اي اقتطاعات في السياش بنك، من غير يعني اذا قمت بتحويل المال من حسابك الى حساب بنكة اخرى او السحب من شباك اوتوماتيكي غير السياش بنك. اما بالنسبة للبنك ليك التجاري وفا بنك، يمكنني يعني السحب من اي شباك اوتوماتيكي تابع للتجاري وفا بنك، اداء الفواتير الخاصة بي، السحب من اي شباك في العالم، لكن سوف يتم اقتطاع يعني المال من خلال هذه العملية. لكن توجد مشكلة واحدة، وهي لا يمكنني الشراء من الانترنت بواسطة هذه البطاقة، لانها لا تدعم يعني الشراء من الانترنت، فقط يمكنني ربطها مع باي بال للتفعيل فقط. اذا اردت الشراء يعني كما ذكرت لكم في الفيديو السابق، يمكنك يعني طلب بطاقة وي باي فيزا، تقوم بدفع ثمنها سنويا 33 درهم سنويا، واقتطاع على كل عملية شراء 2%، يعني 10 دراهم. بعدما قمنا بمقارنة بين بطاقة التجاري وفا بنك البنك عليك والسياش بنك كود 30، الآن سوف نقوم يعني بعمل مقارنة بين حساب البنك عليك تجاري وفا بنك والسياش بنك كود 30. بالنسبة للحسابين يعني مجانا، كود 30 والبنك عليك مجانا، لكن يوجد اقتطاعات في عدة عمليات. مثلا كما قلت لكم يعني السحب من شباك اوتوماتيكي اخر، او يعني ارسال مال من حسابك الى حساب اخر. اما بالنسبة للتجاري، انا افضل التجاري في بالنسبة للسيستم الخاص بهم او السيرفيس الخاص بهم في البنك، يعني لا يوجد يعني مشاكل بالنسبة للتطبيق، شغال على مدار يعني الاسبوع وخلال 24 ساعة على 24 ساعة، يعني لا يوجد اي مشكل في التطبيق عكس السياش بنك، لانه يعني السياش بنك التطبيق يعني دائما يوجد لديه يعني مشكل في تسجيل الدخول والتحديث. لذلك افضل التجاري وفا بنك من خلال السيرفيس الخاص بهم. اما السياش بنك يعني جيد من ناحية الشراء من الانترنت، واقل اقتطاعا في جميع الابناك في المغرب. نراكم فيديو قادم ان شاء الله، الى اللقاء.